كذلك أنا كمسؤول كنت في الجامعة ونعرف المسؤولية في الجامعة. الإنسان كيأدي ربع سنين في الجامعة كمسؤول في موقع إيساي ما عنده حتى حاجة يزيدها. بعد ربع سنوات أنا كنت نائب مدير ونائب مدير إلى آخره، بعد ربع سنوات نوصل للبلافون، يعني إذن لازم نشوفوا نظرة أخرى باش يكون تداول إلى آخره ويجي أفكار جديدة إلى آخره وتبقى هذه الديناميكية. أنا نأمن بهذه.